بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم هذا المخلوق العجيب الذي يناقض ما يدعى أو يسمى بنظرية التطور. هذا يدعى الكسلان. سبحان الله، هذا المخلوق أيها الأحبة يعني لديه قدرات هائلة جدا على التأقلم والتعايش، مع العلم أنه بطيء جدا. يعني هذا المخلوق في غاية البطء، لا يتغوط إلا كل أسبوع مرة، يبقى أين على جذوع الأشجار، ويستطيع أن يرتفع عاليا أيها الأحبة. انظروا أحبتي في الله، سرعة هذا المخلوق ربع كيلو متر في الساعة، من أبطأ المخلوقات على الأرض قياسا لحجمه. هو مخلوق بطيء جدا. أنا قبل أن أكمل أحبتي في الله، أود أن أتساءل كيف تطور هذا المخلوق؟ من الذي أعطاه هذا الشكل؟ الحقيقة علم الحفريات وعلم الجينات، يعني ليس هناك قبله مخلوقات مثلا أبطأ ثم أبطأ ثم أبطأ وهكذا وفق سلسلة كما يعتقد أصحاب نظرية التطور. هذا المخلوق وجد فجأة هكذا. المخلوق الذي قبله أسرع منه، والذي بعده أسرع منه، لماذا هذا اختار أن يكون بطيئا؟ إنها قدرة الله سبحانه وتعالى، ليس هو من يختار، ولكن الله عز وجل هو الذي سخر له هذه الآلية. انظروا، حتى طرفة العين لديه بطيئة جدا، ينتقل بسرعة بطيئة جدا. طرفة العين انظروا أيها الأحبة أيضا بطيئة جدا، سبحان الله. يعني هنا أيضا انظروا، لديه مخالب أشبه بكماشات، كلابات. تصوروا، مع أنه يستند، انظروا هنا أحبتي في الله، يستند على الجزء الأمامي فقط، على أظافره. يعني هذه أظافر على فكرة، هذه تعتبر مثل أظافر الإنسان. تخيلوا أن إنسانا يستطيع أن يتسلق شجرة ربما يرتفع عشرات الأمتار على أظافره. انظروا، وإذا تمسك هكذا من الصعب، حتى النمر عندما يأتي ليفترس من الصعب أن يشده ويخلص هذا الجذع من أظافره العنيئة القوية جدا. انظروا كيف يتسلق بسهولة، ومعظم وقته يقضيه في النوم. سبحان الله، مخلوق ينام كثيرا ويعيش على هذه الأشجار. طيب لماذا خلق الله مثل هذا المخلوق أحبتي في الله؟ لماذا مثل هذا المخلوق موجود أصلا في الطبيعة؟ الله تعالى يخلق أمثلة من حولنا في الطبيعة ليقول لنا انتبهوا، هناك خالق عظيم مدبر مبدع، هو الذي أبدع هذا الإعجاز. العلماء يقولون هذا من إبداع الطبيعة. وسبحان الله، يعني حتى هذه اللحظة، يعني أنا لا أدري الطبيعة التي يتحدثون عنها أين هي؟ أود أن أعثر على هذه الطبيعة لنرى أين هي. يعني هي كائن وهمي غير موجود. يقولون الطبيعة هي المخلوقات. طيب هذا مخلوق، إذن هذا جزء من الطبيعة، إذن هو الذي طور نفسه. تصوروا يعني مدى التفكير السطحي جدا. يعني انظروا، يبقى في حالة نوم لفترات طويلة جدا أحبتي في الله، 90% من وقته يقضيه في النوم، لا يوجد حركة، يتغذى على أوراق الأشجار هنا. سبحان الله، مخلوق نباتي لطيف، لا يفترس، لا يحب الشر، لا يحب الاختلاط، تجده هكذا يعيش بكل بساطة، بكل وعلى الرغم من أن هذه المواصفات التي يتمتع بها هذا المخلوق من البطء
وقلة الحركة تجعله فريسة سهلة لأي مفترس على فكرة. على الرغم من ذلك أيها الأحبة، لديه قدرة هائلة على التخفي مع الأشجار، يعني عندما ينام لا يصدر أي حركة ولا تشعر به المخلوقات من حوله، سبحان الله. هذه الآلية تحميها أيها الأحبة، لذلك الله عز وجل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى الطريق الصحيح. هذا المخلوق الحقيقة الروائح التي يصدرها والتي تجذب إليه المفترسين قليلة جدا، يعني هناك كائنات سبحان الله لها رائحة يشمها النمر أو الأسد أو الفهد من على بعد مئات الأمتار ويعرف أن هناك فريسة. هذا لا يترك أي أثر وراءه، فهذا الضعف الشديد هذا البطء الشديد ليس لديه أي وسيلة قتالية أحبتي في الله، ولكن سبحان الله الخالق عز وجل زوده بوسائل دفاعية، أنه من الصعب على المفترسين اكتشاف هذا المخلوق الوديع النباتي الذي يعيش في أعالي الأشجار. يعني انظروا هنا مثلا، يظهر كجزء من هذه الشجرة، ينام لفترات طويلة وتمر من تحته معظم الحيوانات مفترسة ولا يشعرون به ولا يشعر بهم سبحان الله. يعني انظروا، هذه كلها مفترسات، مثل هذا مثلا الطائر المفترس، وهناك أيضا النمر والفهد، خصوصا الفهد الذي يستطيع أن يتسلق الأشجار بسهولة. هذا الكائن هيأ الله له حمايات خاصة، انظروا كيف يحمل ابنه هنا، أو هذه أم طبعا تحمل ابنها في حضنها هكذا وتصعد به خوفا عليه سبحان الله. هذا المشهد أيها الأحبة يعني يذكرني برحمة الله عز وجل. الله رحيم، والله أيها الأحبة رحمة الله وسعت كل شيء. تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن 99 جزءا من رحمة الله عند الله، يعني 99 جزءا من الرحمة عند الله عز وجل يرحم بها الخلائق، و1% فقط ترك الخلائق تتراحم فيما بينها، 1%. هذا النبي يريد أن يقول لك، انظر إلى رحمة هذا المخلوق بابنه، انظر إلى هذه الرحمة بين الكائنات، ستدرك أن رحمة الله أكبر 99 مرة وأكثر طبعا، لأن 1% كل المخلوقات ترحم بعضها، الأم ترحم ابنها، الكائنات ترحم أولادها، 1% كل هذه تعمل على 1%، أما 99% من الرحمة عند الله. لذلك لا تيأسوا أحبتي في الله، يعني الذي سخر لهذا الكائن وهو نائم، سخر له الرزق، سخر له وسائل الحماية، سخر له هذه النباتات والأوراق يتغذى عليها بشكل دائم، سخر له وسائل للتكاثر وتربية أبنائه والتعاطف فيما بينهم. هذا الإله الرحيم والله أيها الأحبة هو أرحم بنا مما نتصور. لذلك أحبتي في الله، أنا أود أن أختم وأقول، يعني أتذكر آية معكم، الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء الناس أن خزائن الرحمة لو كانت بيد هؤلاء الناس لأمسكوا ولم يرحموا أحدا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا
ويلهمنا الصواب ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.